كنا اتكلمنا او تقريبا خلصنا من حته صغيره في فلويد فلو كلاسيفيكيشن، عرفنا الفرق ما بين الريال فيسكاس او الايديا اللي هو الانفيسيف، عرفنا الفرق بين الكومبرسبل والانكومبرسبل فلو، تيربلان كولامينر انستيدي وستيدي 3 و 2 و 1 دايمنشنال، وفاضل لنا فرق اخراني مش هنقوله، يمكن هنقوله في اخر المحاضره النهارده او المحاضره اللي جايه، اللي هو الروتيشن او اير روتيشن. ابتدينا الاول الكلام على الفيسكاس والانفيسيف، وقلنا الانفيسيف فلو معناها انك بتهمل الشير ستريس with respect to other type of stresses or forces، وده لن يتحقق الا لو كان الفلوستي جريدينت بتاعنا اللي هو بقيمته صغيره. وادينا مثال على الكلام ده في الاكسترنال فلو حوالين اي جسم بعيد عن الوول، بيبقى تاثير الفيسكاس ستريسز قليل، الفلوستي بالتالي الفلوستي جريدينت بيبقى تقريبا بزيرو، او بتقدر تهمله وتتعامل مع الفلو بعيد عن الوول على انه انفيسد، لكن حوالين الوول وورا حوالين البادي او بجنب الوول او نير الوول وورا الوول، نير الوول بنسميها الباوندر لير وورا الوول بنسميها الويك، بيبقى الفلو عندنا فيسكاس فلو. جوه الباوندر لير وفي الويك اذا فيسكاس فلو، بعيد عن الوول بيبقى انفيسيد لان الفلوستي جريدينت بيبقى صغير لان الفلوستي ما بتتغيرش مع الاتجاه العمودي اللي عليه. كمان اتكلمنا على الفرق بين الانترنال والاكسترنال فلو، قلنا الانترنال فلو اللي هو بيبقى داخل الوولز، وبالتالي بيبقى كل الفيسكاس افكت موجود في كل منطقه في الفلو فيلد، وبالتالي بنتعامل مع دائما مع الفلو على انه فيسكاس زي في حاله الفلو ان فايلز. الاكسترنال فلو اللي هو الفلو بيبقى خارج الجسم وفي منطقه جنب الوول هي اللي بنسميها باوندر لير، ومنطقه بعيده هي اللي بنتعامل معاها لانها انفست. كمان قلنا الفرق بين الكومبرسبل والانكومبرسبل، قلنا ان الفلويد بطبعه كومبرسبل، لكن في بعض الاحيان زي في الليكويدز بيبقى تاثير الكومبرسبيلتي صغير بتقدر تهمله، عشان كده بنتعامل مع الليكويدز عاده على انها انكومبرسبل فلو، عكس الجاز بنتعامل على انها كومبرسبل فلو. وقلنا مقياس الكومبرسبيلتي في الليكويدز هو البالك مودلس اوف استيستي، وفي الجاز هو الماخ نمبر، وقلنا في الجازس لو المخ نمبر صغير تقدر تتعامل مع الفلو على انه انكمبرسبل، وقلنا لو كان في تغيير كبير في البريشر زي الهيدروليك سيركت في الحاله دي السوائل بنتعامل معها لانها كومبرسبل مش انكمبرسبل، لان حاجه في تغيير في الحاجه. كمان قلنا الفرق بين اللامينر والتربلانت فلو، وقلنا اللامينر هو ريجولار فلو بيبقى ان لايرز، وبالتالي تقدر تجيب له ايكويشنز، تقدر تجيب له ايكويشنز زي ما عملت في البايب لاين، قدرت تحسب الاتش لوس في اللامينا فلو. اما التربلان بيبقى ايرريجولار فلو، ليه؟ لان الانرشيا فورس هي اللي دومينيتنج، هي الاقوى، هي تاثيرها اكتر عن الفيسكاس فورس، فبتخلي الحركه ايرريجولار. وبنعرف الفلو لامينال او تيربلنت عن طريق رينولدز نمبر، رينولدز نمبر بتساوي رو في دي على ميو، او الاهم هو ريشيو ما بين الانرشيا فورس على الفيسكاس فورس. لو الانرشيا فورس هي الدومينيتنج هيبقى رينولدز نمبر كبير، هيبقى الفلو عندك تيربلنت. لو الانرشيا فورس مش هي اللي ليها تاثير اكتر، او الفيسكاس فورس هي الدومينيتنج هي المؤثره اكتر، بيبقى الفلو بيبقى لامينال فلو بطبعه، وبالتالي بيبقى ليه ايكويشن اوف موشن بتقدر تتعامل معاها اناليتيك. وبالتالي كل التعامل الاناليتيكال الرياضي لازم هيكون مع لامينر فلو. اتكلمنا كمان على ستيدي وان ستيدي، وقلنا الستيدي معناها ان التغير الجزئي بالنسبه للزمن بارشال باي بارشال تي بتساوي صفر، التوتال مش شرط يكون بيساوي صفر، قلنا التوتال ده عباره عن مجموع تو تشينجز او تو دريفيتيف، التوتال دريفيتيف عباره عن تايم بارشال دريفيتيف او سميناها لوكال دريفيتيف، و كونفكتيف دريفيتيف اللي هو نتيجه تغير في السبيس كوردينتس اللي هي اكس وواي وزد. الستيدي فلو هو البارشال بس هو اللي بيساوي زيرو. ودينا مثال للكلام ده اللي هو الفلو في تانك مره ستيدي ومره نون ستيدي، ولقينا في حاله انه ستيدي البارشال تي بيساوي صفر، اما التوتال دريفيتيف فبيكون ليه قيمه. اخر حاجه وقفنا عليها هو ال1 وال2 وال3 دايمنشن فلو، وقلت لك الفلو بطبعه هو 3 دايمنشن، يعني لازم عشان توصفه في ثلاثه احداثيات، يا اكس وواي وزد في حاله الكارتيزيان كورنس، يا ار وثيتا وزد في حاله السيلندريكال كورنس، في كورنس اخرى اسمها سفيريكال كورنس. المهم هتحتاج ثلاثه
independent variables x y z r theta z عشان توصف بيها الفلو ده بطبعه. طبعا معنى ان انا محتاج ثلاثه independent variables معناها ان الايكويشن اوف موشن هيبقى ليها ثلاثه components، معناها انك هتحل number of equations اكتر، معناها هتبقى مساله اصعب. فبنقول اذا كان في بعض الابلكيشن بتقدر تسمبليفاي البروبلم بتاعتك بدل ما كانت 3 دايمنشن تتعامل معاها انها 2 دايمنشن او 1 دايمنشن. ادينا مثال للكلام ده، الفلو ان بايب لاينز بطبعه هو 3 دايمنشنال لو انت بتتكلم على اكس واي زد. ممكن سيادتك بتبسطه تتعامل معاه لانه 2 دايمنشنال فقط لو استخدمت الكارتيزيان لو استخدمت السيلندريكال كوردينتس، يعني بقى عندك ار ثيتا زد وقلنا التغير في اتجاه ثيتا هعمله لان في تماسك في سيمتريك حوالين السنتر لاين، وبالتالي هيبقى عندك 2 دايمنشن او حاجه بنسميها اكس سيمتريك فلو اللي هو بتتعامل بيه مع ار وزد والتاثير ثيتا ما بتاخدوش في الاعتبار او بيبقى مش موجود اصلا، مش هيبقى في تغير بالنسبه لثيتا عشان في تماسك. انت في وانت بتحل البايب لاين عملت تبسيط اخر، تعاملت مع البايب لاين فلو على انه 1 دايمنشنال فلو. تعاملت معاه لانه 1 دايمنشنال فلو، يعني ايه تعاملت معاه لانه 1 دايمنشنال فلو؟ لانك استخدمت برنارديز ايكويشن، برنارديز ايكويشن دي جايه من 1 دايمنشنال فلو. هل الفلو في البايب لاين هيبقى 1 دايمنشنال فلو؟ يبقى 1 دايمنشنال فلو في حاله واحده بس، لو كنا بنتكلم على يونيفورم فلو، على ايديال فلو، على انفيسيد فلو. في الحاله دي مش هيبقى فيه تغير للفيلوستي مع اتجاه الار، وبالتالي هيبقى 1 دايمنشنال فلو. وده عشان كده احنا استخدمنا مودي برنارديز ايكويشن اللي هي اصلها هي في ال 1 دايمنشنال steady ideal flow. برنارديز ايكويشن لو رجعت الاسامشن بتاعتها هي 1 دايمنشن steady ideal وايه الروتيشنال فلو، وبالتالي عشان كده كانت دي على جاما زائد 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 دي سكوير 2 جي بتساوي كونستانت، يعني مفيش لوسس في الانرجي. لكن طبعا لو استخدمت برنارديز ايكويشن في صورتها الاصليه اللي هي الايديال فلو هتطلع تاني غلط. ليه؟ لان فلو ان بايبس هو ريال فلو، وبالتالي ابتديت تعمل موديفيكيشن للبرنارديز ايكويشن انك زودت تيرم بيعبر عن تاثير الدايمنشن الثاني اللي هو في الحاله دي الار، تاثير تغير الفيلوسيتي في اتجاه ار. بما ان الفيلوسيتي بتتغير في اتجاه ار يبقى ما ينفعش اعمل الفيسكا ستريس، وبالتالي حطينا الترم اللي هو الاتش لوس. يبقى الاتش لوس اللي في البايب لاين ده بيعبر عن ايه؟ بيعبر عن تاثير الفيسكاس ستريسز اللي هو بيؤدي في الاخر الى فريكشن، بيؤدي الى فريكشن لوس اللي انت بتحسبه بالقانون اف ال على دي في سكوير على 2 جي. طيب ايه الابلكيشنز الاخرى اللي ممكن نتعامل معاها لانها 2 دايمنشنال؟ طبعا البلين ده 3 دايمنشنال، الكار 3 دايمنشنال. لو عندي امتى بهمل التغير في بعد؟ بهمل التغير في بعد لو كان البعد ده كبير جدا، بهمل التغير فيه. زي ايه؟ زي وينج. لو عندي فيري لونج وينج، وينج الستان اللي هو العمودي على الشكل اللي قدامنا ده طويل جدا، لو التغير في الاتجاه طول الوينج كبير جدا في الحاله دي ممكن تقول لو سوري طول الوينج طويل جدا في الحاله دي تهمل التغير في الاتجاه ده. عشان كده الشكل اللي قدام سيادتك ده مرسوم 2 دايمنشن. يعني ايه مرسوم 2 دايمنشن؟ قلنا مفيش حاجه في الدنيا 2 دايمنشن شيب، في حاجه بنتعامل معاها لانها 2 دايمنشن شيب. يبقى الشكل اللي قدامك ده معناه انه فيري لونج وينج، فيري لونج وينج يعني الوينج الطول العمودي اللي هو في الاسبان اللي هو سيادتك مش شايفه طويل جدا، وبما انه هو طويل جدا فيبقى التغير فيه بيبقى قليل جدا بتقدر تهمله. لو مثلا سي لو البعد العمودي ده زد، لو احنا اخدين هنا اكس وواي البعد العمودي زد، فبنقول اللينس في اتجاه زد كبير جدا، يبقى فارشل باي فارشل زد تقدر تعمله تساوي صفر. ماشي؟ طب هل انا عملت كده في البايب لاين؟ البايب لاين برضو لو رجعت لمثال البايب لاين هلاقي ان البايب لاين فيري لونج، فيري لونج اهي خلاص. طيب احنا قلنا لو عندنا فيري لونج في لينس، يعني اللينس بتاع البايب اكبر بكتير جدا من الراديوس، يبقى انا المفروض ان انا اقدر اهمل التغير اللي هيحصل في اللينس الطويل اللي هو في along السنتر لاين. هل انا عملت كده في البايب لاين؟ ليه بقى؟ مع ان ده بيتعارض مع الكلام اللي انا لسه قايله. ارفع ايدك لو تعرف الاجابه. ان انا قلت لك 2 دايمنشنال معناها انك هملت بعد طويل جدا فاهملت التغير اللي فيه. ليه في البايب لاين ما طبقتش القاعده دي واهملت الطول بتاع البايب لاين وخدت الار بس؟ انا اهملت لان انا هنا بتعامل مع الاسبوع جاي كنت بتكلم في الاسلام في كده والموضوع عليه كده. اهملت في البايب لاين الفلو ماشي جوه البايب لاين. تمام، اكتب اسمك فوق.
طيب دلوقتي زي ما زميلك قال لو في فلو في الاتجاه في البايب لاين في الليل along البايب لاين في فلو انسايد البايب لاين along البايب لاين ما تجيش تقول لي انا هعمل الدايمنشن ده ده في فلو طالما في فلو يبقى في فورس مسببه للفلو ايه هي الفورس المسببه في الفلو لو اني عندي هوريزونتال كونستانت اريا بايب لاين ايه الفورس اللي هتسبب حركه الفلو هو البريشر ديفرنس يبقى انت او الانرجي ديفرنس يبقى في فرق along البايب لاين وهي دي اللي بتسبب الفلو في الحاله دي ما تقدرش تهمله فاحنا اهملنا هنا لما قلنا ان احنا بنهمل اللينس الثالث لان الفلو بيربنديكولار على اللينس الثالث مش في اتجاه الفلو يعني احنا هاملين الايفكت بتاع انه لينس هنا العمودي على السبوره طب الفلو جاي في انه اتجاه هوريزونتال وبالتالي اللينس اللي احنا اهملنا الايفكت في اتجاهه هو اللي هو الزد اللي هو العمودي على الكلام ده اللي هو هنقول التغير الجزئي بالنسبه لزد بارشل زد بيساوي تقريبا صفر ليه عشان ما فيش فلو لكن لو كان في فلو عمودي على السبوره ما كانش ينفع تهمل التغير اللي هيحصل في اتجاه الفلو هل الحته دي واضحه ولا كونفيوزنج يعني دلوقتي لو انا جيت قلت لك دي لو الفلو عمودي على السبوره لو الفلو عمودي على السبوره مين يقدر يقول لي السلندر دي السلندر دي ممكن يكون internal flow او external flow internal flow لو الفلو عمودي داخل السيركل اللي انت شايفها دي في الحاله دي ده هيبقى pipeline لو الفلو خارج يعني لو السلندر دي مصمطه زي مثلا لو جيت سيادتك تدرس الفلو حوالين القلم ده لو انا خدت القلم ده كده حطيته في الويند تانل وجيت ادرس الفلو اللي عليه الفلو كده هيبقى خارج السلندر ده هو الكروس سيكشن سيادتك شايفه كروس سيكشن دائري خلاص لو الفلو عمودي على اتجاه السبوره الفلو في الحاله دي ما اقدرش اهمل التغير في الاتجاه العمودي على السبوره لكن اقدر اقول الشكل ده متماثل حوالين سيتا وبالتالي هتتعامل معاه لانه اكسيسيمتريك فلو يعني ايه اكسيسيمتريك فلو يعني هتاخد الفلو في اتجاه زد هتاخده طبعا في الاعتبار في تغير في الاتجاه العمودي او اتجاه الراديال ايا كان بقى ممكن يكون كده ممكن يكون كده ممكن يكون كده في اي اتجاه راديال يبقى هتاخد ار زد مش هتاخد ايه سي يبقى تو دايمنشن بس مش بنسموهوش تو دايمنشن بقى بنسميه اكسيسيمتريك فلو اما لو بدرس نفس القلم ده والفلو جاي عمودي على القلم الشكل اللي قدامك ده اللي انت هتشوفه ايه انا لو انت بصيت على القلم ده انت مش هتشوفه قلم بالمنظر ده هتشوفه دايره اللي هي الدايره دي الفلو عمودي عليه في الحاله دي انت بتهمل التغير بطول القلم او بطول السلندر ليه لان طول القلم هنا اطول بكتير جدا من نص قطر او قطر القلم نفسه وبالتالي هتدرس الفلو ايه بقى اكس وواي في الاتجاه اللي انت شايفهم دول اللي هو اتجاه السكشن اكس واي يبقى ده 2 دايمنشنال اكس وواي الفلو لما يكون عمودي على السلندر لكن لما الفلو يكون along السلندر وهي فيري لونج سلندر يبقى الفلو عندك هيكون اكسيسيمتريك فلو يعني ايه اكسيسيمتريك فلو يعني بتاخد ار وزد هل الفرق ده واضح نفس الكلام لو فيري لونج وينج انت بتستخدم اكس واي مفيش مشكله لكن لو هو شورت وينج يبقى في الحاله دي هتضطر ترجع للسي دي لو فيري لونج سلندر هتستخدم تو دايمنشن اكس واي لكن لو هي شورت سلندر يبقى لازم ترجع لاصلها اللي هي اكس واي زد اللي هو 3 دايمنشن يبقى الحاله اللي قدامنا دي 2 دايمنشن اكس واي اهملنا التشينج اللي في الزد هنا ليه لان اللينس في اتجاه زد كبير جدا وما فيهوش فلو في هذا الاتجاه طيب الحاله اللي قدامنا دي الحاله اللي على اليمين دي فلو انسايد البايب لاين نفس الكلام انسايد بايب لاين او اوتسايد بايب لاين زي البوليت اللي بالمنظر ده الحالتين بنسميهم اكسيسيمتريك فلو سواء كان الفلو اوفر اكسيسيمتريك بودي الرصاصه اكسيسيمتريك بودي يعني جسم متماثل حوالين المحور او الفلو داخل البايب لاين البايب لاين برضه جسم متماثل حوالين المحور في الحالتين الفلو هنسميهم اكسيسيمتريك فلو وهنكون بنتعامل مع ار وزد ما ينفعش اغير ار وزد واقول هتعامل مع اكس وزد لازم بتعامل مع ار وزد لازم يكون سلندريكال كورنس ار وزد لان انا ما اهملتش الواي انا اهملت السيتا التغير اللي هيحصل في السيتا بارشال باي بارشال سيتا وبالتالي طالما اهملت البارشال باي بارشال سيتا في التماثل فانا بنتعامل مع ار وزد مش اكس وزد اي سؤال في الكلام ده طيب هل في مثال بقى لوان دايمنشن فلو يعني وان دايمنشن فلو يعني تاخد في اعتبارك في فلو في حاجه واحده
في اتجاه واحد. ريال مفيش، لكن ايديال او يونيفورم فلو ان بايبس لاين، لما انت تعاملت بالافرج فيلوسيتي واهملت التشينج في الفيلوسيتي في الار دايركشن، فانت في الحاله دي تعاملت مع فلو 1 دايمنشن في اتجاه ايه؟ زد. ايه يعني؟ انت فرضت انه يونيفورم فلو، خدت الافرج فاليو، تعاملت مع فلو في اتجاه زد، بس عشان تطلع نتائج صحيحه اضطريت تحط ما يعادل التاثير بتاع تغير السرعه اللي هو الاتش لاسس. يبقى النورمال ديسيبيشن لوحدها بتتكلم على يونيفورم فلو في بايب لاين، هو 1 دايمنشن فلو بس يونيفورم فلو. موديفايد بالنورمال ديسيبيشن لا تزال 1 دايمنشن بس موديفايد. موديفايد يعني ايه؟ يعني انا حاطط تاثير السكند دايمنشن، هي لا تزال 1 دايمنشن بس انكلودنج تاثير السكند دايمنشن اللي هو ايه؟ اللي هو الفيلوسيتي لما تتغير مع الار، يبقى في فيلوسيتي جريدينت مع الار، وبالتالي هيبقى في شير ستريس، وبالتالي هيبقى في فريكشن ستريس. الطياره الورقيه سواء هي ورقيه او غير ورقيه، 1 دايمنشن او 2 دايمنشن او 3 دايمنشن، تعتمد على الابعاد. لو لا ماليش برضو مش ابعاد الطياره نفسها، ريلاتيف لينسز ما بين كل بعد وبعد، يعني طول في عرض في ارتفاع، خلاص؟ يعني المره اللي فاتت لما كنت حاطط لك كيوب مكعب وبدرس فلو حوالين المكعب، ما قلتلكش المكعب ده 10 سم في 10 سم في 10 سم، ولا في 10 متر في 10 متر في 10 متر، ولا 1000 متر في 1000 متر في 1000 متر. قلنا ايا كان المكعب ده لازم تدرسه 3 دايمنشن. ليه؟ لان الابعاد كلها ايه؟ متساويه. لكن لو بدل ما هو مكعب متوازي مستطيلات، ال في ال في 100 ال، في الحاله دي ممكن تقول لا ال 100 ال ده انا هعمل التغير فيه. انا بقول لك ال ده ممكن يبقى سنتي، يعني سنتي في سنتي في 100 سنتي، او ممكن يبقى متر في متر في 100 متر، مش مهم. المهم ريلاتيفلي اللينس بتاع كل واحد فيهم قد ايه بالنسبه للتاني. زي ما قلت المره اللي فاتت، لو انت عندك تغير سنتي، تغير السنتي في ال 10 سنتي ده بيدي لك 10%، تغير السنتي في المتر ده بيدي لك 1%، تغير السنتي في 10 متر ده بيدي لك 1 من 1000. فانا بعمل ال 1 من 1000 او بعمل ال 1 من 100 مقارنه بال 10%. اوكي، اي سؤال اخر؟ اي حد عنده اي اسئله؟ طيب احنا كده خلصنا الجزء الاولاني او الورقه معاك، هنخش في جزء تاني. الورق التاني لسه ما نزلكش، هينزل لك ان شاء الله خلال الويك اند، هبعته للمندوب الدفعه ينزله لك. الجزء ده اللي هي اخر سلايد عندك في المجموعه الاولانيه اللي هي انترودكتوري، بنتكلم على الفرق ما بين الكنترول سيستم والكنترول فوليوم. الورقه دي انت هتقراها بنفسك بعد ما انا هشرح الجزء التاني، لان انا هشرحها حالا دلوقتي في الجزء التاني، هترجع تقدر تفهم يعني ايه كنترول سيستم ويعني ايه كنترول فوليوم، هتقدر تفهم الكلمتين اللي مكتوبين. احنا عندنا هينزل لك ثلاثة نوتس، ثلاثة مجموعة من النوتس. المجموعة الأولية اللي هي انترودكتري اللي هي كنا بنتكلم فيها على الكلاسيفيكيشن اللي احنا خلصناه. المجموعة الثانية اللي هي أسهل مجموعة اللي غالبا تخلص النهاردة أو يمكن يفضل فيها جزء بسيط المحاضرة الجاية، اللي هي بنتكلم على الكايناماتكس. كايناماتكس احنا اتفقنا كلمة كايناماتكس معناها إن أنا هتكلم على موشن. هتكلم على موشن يعني إيه؟ هتكلم على ديسبيسمنت، هتكلم على فيلوستي، هتكلم على أكسلريشن، هتكلم على شكل الفلو حوالين اي بادي شكله بيبقى ايه. اللي احنا هنعرفه بثلاث حاجات او اربع حاجات، ستريم لاينز ودي هتبقى اهمها ودي هتسمعها كتير بعد كده، وعندنا حاجه اسمها ستريك لاينز، وحاجه اسمها باث لاينز، وحاجه اسمها تايم لاينز. اربعه لاينز هنشوف الفرق ما بين الاربعه دول. بتقدر يعني لو سيادتك جيت تحل اي مساله، احنا قلنا هنطلع ايه؟ ايه اللي احنا هنطلعه تحل مساله؟ قلنا هنطلع حاجتين مفيش غيرهم ونطلع منهم اي حاجه ثانيه. ايه هما؟ فيلوستي وبريشر. ماشي، واحد هيقول لي تمبريتشر، اقول لك تمبريتشر يطلع، لكن احنا في الفلويد ميكانكس بنتكلم على ايزوثيرمال كيس. لو احنا هنتكلم على ثيرمال كيس كان هيبقى عندنا تمبريتشر كمان. واحد هيقول لي الدينستي، هقول له الدينستي ممكن لو عندي كومبريسبل فلو، لكن احنا هنا هنتكلم على انكومبريسبل فلو. وبالتالي هيطلع عندنا تمبريتشر سوري بريشر وفيلوستي. طيب هتوري نتائجك ازاي؟ اي نتائج تطلعها ازاي؟ وانت بتحل في الشيت او وانت بتحل في الامتحان هتقول لي الفي بتساوي 5 متر في السكند، بريشر بتساوي 2 بار رقم، خلاص؟ لكن لما تيجي تحل بقى في مساله بجد، بنيجي نعمل ريسيرش، بنيجي نعمل بندرس فلو حوالين حاجه او جوه حاجه، تيجي تدرس فلو جوه بايب لاين، ايه الاوتبوت اللي ممكن يطلع مش كرقم، يطلع ككيرف الفيلوستي بروفايل. ممكن اقول لك ارسم الفلوستي بروفايل. هترسم فلوستي بروفايل يعني ايه؟ يعني هترسم توزيع السرعه مع الار دايركت دايمنشن، خلاص؟
تجيبه ازاي ده؟ اللي انت وصلت له في الاخر على هيئه معادله اللي هي كانت سكند اوردر ديجري اللي هي كانت داله في ار سكويرد لو تفتكر، خلاص؟ طيب يبقى في الاخر هتطلعه ازاي؟ يا معادله يا هتطلعه رسم بترسم الحاجه زي اللي احنا استعنا بيها واحنا بنشرح لك الفلو، كان بيرسم لك دايما ما يسمى بريشر كونتورز وفيلاستي كونتورز، اشكال بالوان او ممكن خطوط بتوري لك شكل الفلو حوالين الجسم ايه. الخطوط اللي بتوري لك شكل الفلو حوالين الجسم هي اللي بنسميها ستريم لاينز او ستريك لاينز او باث لاينز او تايم لاينز، ودول اللي احنا عايزين نعرف الفرق بينهم ونعرف مين فيهم اللي هيفيدنا ومين فيهم بيطلع اكسبيرمنتالي ومين فيهم بيطلع نيوميريك. يعني يطلع اكسبيرمنتالي يعني لو سيادتك في حاجه اسمها سموك تانل. سموك تانل يعني ايه؟ يعني لو عايز اجيب الفلو حوالين القلم ده بحط القلم ده وممكن اعمل حاجتين اكسبيرمنتال، اما فيجوال اشوف واصور او انسترومنتيشن ميجرمنت اقيس، خلاص؟ فيجوال يعني انت لو انا خدت القلم ده وحطيته في الويند تانل ومررت عليه هوا مش هشوف حاجه، لكن هشوف لازم ادخل فيه ايه؟ سموك، اي حاجه ليها ديفرنت كلر. السموك هيوريني شكل الفلو حوالين القلم. شكل الفلو ده تقدر تستنتجه في حاجات كتير جدا، يعني كل الاكسترنال فلو اساسه لازم يشوف شكل الفلو حوالين. تعرف سنه ان شاء الله ثالثه هتعرف بقى شكل الفلو بيفيدنا في ايه؟ بيفيدنا في حاجه اسمها سيبريشن، يعني ايه سيبريشن؟ وتاثيره ايه على الكور؟ خلاص؟ هتفهم ليه الكور في سنه ثالثه بيبقى السيرفس بتاعها مختلف. كره التنس طاوله فيري سموث ملساء جدا، كره الجولف فيري رف، كره التنس فيها رف معين. هتعرف ليه في الاعلان لما يجي تعلق اعلان عشان تعلن عن اي حاجه، ماشي؟ يعني مثلا لو جاب امتحان الفلويد صعب جدا وحبيت تعمل اضراب هتمسك يوفر كده، ماشي؟ ممكن لو انت ماسك اليوفر تثبت لنا انك مش فاهم حاجه لو انت ما عملتش فتحات في اليوفر، لانك لو مسكت اليافطه من غير ما تعمل فيها فتحات اليافطه دي حصل لها ايه؟ هتتقطع، لان التيار الهواء لو جيت وقفت على البحر مثلا هيجيب لي رائحه بحر. هتعرف ليه بنعمل الفتحات دي؟ طبعا انت عارف احنا بنعملها عشان ما تتقطعش، لكن هنشوف تاثيرها ازاي. بيجي منين بقى تاثيرها؟ انك بتقدر تشوف شكل الفلو مره لما يكون في فتحات ومره ما يكونش في فتحات. فلازم نعرف من دلوقتي يعني ايه ستريم لاين، يعني ايه ستريك لاين، يعني ايه باث لاين، يعني ايه تايم لاين. كمان لازم تعرف تحسب الفيلوسيتي ازاي. يعني مثلا لو انا بصور بهاي سبيد كاميرا، لو عندي هاي سبيد كاميرا اللي انت بتصوره ده ايه؟ فيلوسيتي ولا بوزيشن ولا اكسلريشن؟ طيب خلينا نشوف كده ذكاء سياحي، لو حد يعرف الاجابه ويقول لي ليه يرفع ايده. لو احنا جينا كده قلنا هنعمل بروجكت عشان تحسنوا درجات اعمال السنه، فواحد قال لي انا هجيب سموك ومرره على اي جسم وهاخد بهاي سبيد كاميرا هقعد اصور، خلاص؟ الصور اللي هتطلع دي بتعبر عن بوزيشن، يعني من الصوره تقدر تعرف بوزيشن عن ديفرنت تايم ولا فيلوسيتي عن ديفرنت تايم ولا اكسلريشن عن ديفرنت تايم. اتفضل. كله لا الصوره نفسها، انت الصوره نفسها من غير ما، طيب عشان يبقى السؤال واضح، الصوره من غير ما تعمل لها اناليسيس بوزيشن، يبقى الصوره هتقدر تعمل تطلع ايه؟ بوزيشن. طب الفيلوسيتي والاكسلريشن اعمل ايه؟ اجيبها منين؟ اجيب السرعه منين والاكسلريشن منين؟ ده سؤال سهل تاخد بيه درجه. سيب الراجل خلاص، زميلك مش عايزك تاخد درجه، هقول لك اسمه بعد ما تخلص. هو زميلك قطع عليه خلاص. هي فعلا مجرد انك انت هتطبق معادله فيلوسيتي داله في البوزيشن، انت عارف ان ال في بتساوي دي بوزيشن باي دي تي، الاكسلريشن بتساوي دي في باي دي تي. دي اسهل مسائل هتلاقيها عندنا في سنه ثانيه، هتلاقي مساله بتفضل تطلع نتائج، هنشوف مثال ليها دلوقتي وده اللي انت هتاخده في السكشن اللي جاي. لكن كمان هتبقى عايز من الفيلوسيتي والبوزيشن تقدر ترسم اللي ما يسمى بالستريم لاين اللي احنا لسه ما عرفناهوش، برضه هتعرفه في مسائل الشيت اللي جاي الاسبوع الجاي، هتقدر تعرف ازاي تقدر تعمل ايكويشن اوف ستريم لاينز بعد ما نعرفه النهارده. يبقى دي الحاجات اللي احنا هناخدها، هناخد الفيلوسيتي فيلد ازاي نقدر نجيب الفيلوسيتي، تقدر الفيلوسيتي بروفايل ازاي تقدر ترسمه، ايه علاقته بالبوزيشن. عشان ندرس اي حاجه هنعرف طريقتين للدراسه، طريقه اسمها لاجرانجيان ميثود وطريقه اسمها اويلريان ميثود. لاجرانجيان ميثود اللي هي السيستم ميثود او الكنترول سيستم ميثود، لو افتكرت من خمس دقائق كان في اخر سلايد في الانترودكتوري كانت في حاجه اسمها كنترول سيستم اللي هو لاجرانجيان ميثود، كنترول فوليوم اللي هو اويلريان ميثود. يبقى احنا لما بنيجي ندرس اي حاجه بنقرر هندرس باسلوب اللاجرانجيان
او اسلوب الاوليري. لو اسلوب لاجرانجي يبقى احنا هنستخدم كنترول سيستم مثلا، لو اوليريان يبقى احنا هنستخدم كنترول فوليوم مثلا. إيه خلاص اتعرفنا على الفلويد فلو كلاسيفيكيشن، مش محتاجين نقولها. هنعرف يعني ايه تايم لاينز، باث لاينز، ستريك لاين وستريم لاينز، وهنشوف ازاي نجيب الاكسلريشن فيلد، واخر حاجه هنشوفها هنتكلم على الكونتينيوتي ايكويشن. هيحد يقول لي احنا عارفينها، اه انت عارف كيو بتساوي الاريا واحد في واحد، لكن ما تعرفش غير دي. بس عارف كمان ان دي ما اقدرش استخدمها غير للوان دايمنشنال فلو. طب لو عندي تو دايمنشن هيبقى ليها ايكويشن اخرى. انا عارف انك انت خدتها في سنه اولى، مش خدتوها في سنه اولى؟ مش فاكرين؟ ما هو لو انتم مش فاكرين يبقى نرجعكم تاني سنه اولى، يبقى نغير نتيجه سنه اولى ونسحب التقدير اللي انت خدته في اولى ايا كان. ما خدتش تقدير في اولى؟ ليه؟ هو كونك واخد ضاد مثلا ده مش تقدير؟ هو تقدير معناها امتياز؟ انا ما قلتش هسحب الامتياز، انا قلت هسحب التقدير. يعني لو مقبول هنسحبه مفيش مشكله. طيب هو احنا هنقولها سريعا برضو هنا، وان كان الاثبات مش هنطالبك بيه، بس لازم تعرف يعني ايه كونتينيوتي كويشن وبتيجي منين وتمثل انه نوع من الكونزرفيشن اللي هو باين هنا كونزرفيشن اوف ماس. يبقى اول حاجه هنتكلم عليها عشان ندرس، نبتدي ندرس الفلو، لازم نعرف هندرسه بانه طريقه، هل بطريقه اللاجرانجيان اللي هو كنترول سيستم ميثود، ولا بطريقه الاويليريان اللي هي كنترول فوليوم. لازم نعرف الفرق ما بين الكنترول سيستم وبين الكنترول فوليوم. الفرق ببساطة شيء، انت بتقول انا عايز ادرس فلو، عايز تدرس فلو، عايز ادرس فلو في بايب لاين مثلا، فلو بايب لاين طولها 100 كيلومتر. ما تيجي تدرس الفلو، انا فلو اللي هتدرسه، هل هتيجي في مكان معين وتقول انا هدرس الحتة دي، ولا هتاخد كمية معينة وهتمشي معاها along البايب لاين؟ دول الطريقتين ببساطة. الكنترول سيستم معناه انه بياخد ماس معينه ويبتدي يتحرك معاها يدرسها along البايب لاين، تطلع تنزل يحصل سايفون، ماسك كميه معينه وماشي بيها along البايب لاين. كنترول فوليوم معناه انه بيحدد الفوليوم، بياخد فوليوم معين، يقول انا هاخد الحته دي من البايب لاين وابتدي ادرس الفلو اللي هيخش جوه البايب لاين، والفلول اللي جوه الكنترول فوليوم بتاعنا، والفلو اللي هيخرج من الكنترول فوليوم بتاعنا. هندي امثله على الكلام ده. يبقى اللاجرانجيان بنقول ان انا بدرس باخد بارتكل معينه، انديفيديوال بارتكلز، جزيئات معينه او كميه معينه او ماس معينه، وحدرس تغيرها. من ضمن التغير بقى هتراك ايه البوزيشن بتاعها. النهارده كانت في اول البايب، بكره هتبقى في نص البايب، بعد في اخر البايب. انا بدرس التراك بتاع البوزيشن، وطبعا منه اقدر اطلع الفيلوسيتي. بقيه الكلام ده انت ممكن تقراه فور يو، يعني مش هسالك فيه انا، بس دي المعلومه اللي عايزك تبقى عارفها، ان لاجرانجيان في الحاله دي هيبقى البارامتر بتاعك داله في التايم فقط. اما للبوزيشن، البوزيشن هيبقى اوتبوت ازاي؟ في الثانيه الاولى كان الماس اللي انت بتدرسها في اول البايب، في الثانيه الثانيه بقت في نص البايب، في الثانيه الثالثه بقت في اخر البايب، والبوزيشن بتاعك اوتبوت. يبقى في حاله لاجرانجيان ميثود عندك البروبرتيز بتاعتك ايا كان بريشر فيلوسيتي بتاعك داله فقط في التايم، وكمان اللي بيطلع البوزيشن حسب مكانها على حسب التايم. ده بالنسبه للاجرانج. اويليريان بيتكلم على انه ثبت كنترول فوليوم، يعني حاجه اقول هدرس جزء معين من البايب، طول 10 سم، قطر بتاعنا 10 سم، ايه ده؟ امال ايه اللي هتدرسه بقى؟ هتدرس التغير اللي هيحصل للبروبرتيز انسايد الكنترول فوليوم. يعني ايه؟ يعني السرعه هتتغير ولا لا؟ الاكسلريشن هتتغير ولا لا؟ البريشر يتغير ولا لا؟ داخل الكنترول فوليوم. يبقى واحدة بيثبت الماس والتاني بيثبت الفوليوم، خلاص؟ طيب احنا هنستخدم مين فيهم؟ طالما بثبت الفوليوم يبقى لازم تعرف انه فوليوم يثبته، يبقى لازم تتكلم على اكس واي وزد بتحدد الفوليوم اللي انت ثبته، يبقى التي دالة في اكس واي وزد. انت بتدرس كنترول فوليوم في اول البايب ولا في نص البايب ولا في اخر البايب، يبقى التي هتبقى دالة تي تمبريتشر او بريشر او اي حاجة، دالة في البوزيشن اللي انت بتدرس عنده اللي هو اكس واي وزد اللي هو الكنترول فوليوم زائد التايم، اللي هو لو كان ستيدي هيبقى بايه؟ بزيرو. طيب اكسبيرمنتالي بقى تفتكر بنستخدم انهي طريقه؟ اويليريان ولا لاجرانجي؟ الاولانيه اللي هي انهي؟ دي الثانيه.
اللي هي الاوليريان اللي هي بثبت المكان. انا لما بتيجي تقيس تمبريتشر في بايب لاين ما بتجيبش الترمومتر بتاعك وتجري مع البايب لاين تعلقه على نقطه كده وتفضل ماشي معاه، لا ده انت بتثبت مكان القياس، الانسترومنتيشن بتاعتك ثابته وبالتالي بقيس عند مكان او عند نقطه معينه. عشان كده الاوليريان ابروش هو اللي بيستخدم في الاكسبيرمنت، وهو كمان اللي احنا هنستخدمه في النيوميريكال او الاناليتيكال. يبقى احنا كل شغلنا هيكون اويليريان. اللاجرانجيان دي تطبيقات خاصه جدا هنتكلم عليها، بتتكلم لو انا يهمني بتكلم على البارتكلز. اديتك مثال ليهم لو تفتكر لما كنت بتكلم على الماك نمبر، وقلت لك لو الماك نمبر اكتر من 7-10 اللي هو هايبرسونيك فلو ما بيستخدموش بقى اويليريان، بيرجعوا بقى للبارتكلز، بيتكلموا على البارتكلز بيستخدموا لاجرانج. وهنشوف برضو دلوقتي بعض الامثله في الموجي اللي هنتكلم عليه يقول لنا اكتر الفرق بين اويليريان ولاجرانج. اتفضل. طيب حاضر هرد عليك. احنا قلنا هنثبت جزء بس ما قلتش حدث الجزء ده بس. يعني مثلا في الاكسبيرمنتال لما بتيجي تقيس بريشر مش هتقيس عند نقطه واحده، هتقيس على مجموعه من النقط، وبالتالي انت في الاخر هيبقى عندك بريشر ميجرمنتس عند نقط مختلفه along the pipeline. يبقى انت استخدمته ليه بقى؟ بس مش مره واحده، استخدمته في اماكن مختلفه. خلاص طيب نشوف بقى لو مش واضحه تعالى نشوف موبي صغير هيوضح لك القصه. انا مش عايزك تنسى بس ان الموفي اللي انا بعرضه انا مش بعرضه عشان بدل ما تروح السينما بالليل، انا بعرضه عشان هو بيشرح حاجه معينه تفهم منه حاجه معينه، وبالتالي يبقى هنتوقع انك فهمتها وبالتالي يبقى لما نسالك فيها تبقى اسهل لك. ماشي Fluid properties are usually treated as continuous functions of position in a flow field, since their variations are quite uniform. For example, you don't usually think of flowing honey as being composed of individual molecules. This differs from the approach. هل الصوت واضح للناس ولا انت اصلا مش بتسمع؟ يعني مثلا ممكن تلاقي سؤال اول لقطه في الموفي رقم 2 كانت ايه؟ مثلا هتقولي ذكر ولا انت اسهل بقى؟ كده انت ظريف كده يعني. وبعدين دي المفروض تعرف اذا كانت بطه ولا وزه يعني. Fluid properties are usually treated as continuous functions of position in a flow field, since their variations are quite uniform. For example, you don't usually think of flowing honey as being composed of individual molecules. This differs from the approach of basic kinematics, where the trajectories of individual particles or systems are studied. To analyze fluid mechanics problems, we most often use an Eulerian frame of reference, where we observe a fixed flow field rather than following individual moving fluid elements. In this order, هو على فكره بيقول لك الفرق بين اللاجرانجيان ونفس الكلام اللي انا قلته مش محتاجه ترجمه، ان في اللاجرانجيان بيفولو ا بارت في المعينه along the pipeline او along the flow ايا كان، في الاوليريان بيتكلم على كنترول فوليوم. فاداك مثال للشكل اللي قدامك ده ان هو مثبت ده الكنترول فوليوم بتاعه وبيدرس الفلو انسايد واوتسايد من الكنترول فوليوم وداخل الكنترول فوليوم. الخطوط اللي سيادتك شايفها دي هتطلع حاجه من ثلاثه، يا ستريم لاين يا ستريك لاين يا باث لاين، يا هيطلع الثلاثه موجودين في نفس الرسم. احنا هنعرف بقى هم مين لما نيجي نشرح ستريم لاين يعني ايه وستريك لاين يعني ايه وباث لاين يعني ايه. In terms of spatial position and time. In a few cases, it's more useful to follow a specific fluid mass through a flow field using a Lagrangian reference frame attached to the mass. Here, هو هنا في سموك وبيمشي مع السموك.
فده اللي بيمشي مع السموك يبقى هو كده بيدرس ايه؟ لاجرانج اللي هو كنترول سيستم. هو السموك ده اللي بيدرسه فقط وهيحوطه لك دلوقتي يبقى ده كنترول سيستم. عايز يشوف السموك ده لو درسه الكنترول فوليوم، لو عايز يدرس السموك ده بالذات كنترول فوليوم بعد شويه هيخش كنترول فوليوم يخرج وما بقاش في حاجه بتدرسها. فلو عايز ادرس كميه معينه او حاجه معينه يبقى لازم استخدم لاجرانج ابروتش. The blob of white water is followed as it moves downstream. But if we mark the instantaneous boundary of the blob of fixed mass at a certain time, then we can watch the water flow through this boundary while the original white blob flows on. This is the Eulerian probe. لو انا قررت ادرس بويلرين وحطيت فوليوم معين بعد شويه السموك طلع ما اعرفش هي باينه ولا لا، ده هو الكميه اللي حددها باللون الاحمر، وبالتالي الاوليرين هيفشل حاجه زي كده. The Lagrangian approach works best, for example, in meteorology, where a weather balloon drifts along with the prevailing wind. This reference frame is inferior to the Euler. درك مثال بسيط ان لو عايز تدرس البالون، البالون دي بتتحرك. لو ما ينفعش تدرس كنترول فوليوم تدرس البالون فبتتكلمها بكنترول سيستم، بيتبع البالون وهي بتتحرك. لكن لما يجي يدرس الانجن بتاع طياره، الانجن بتاع طياره ثابته، هدرس الفلو اللي داخل والفلو اللي خارج. وهو الكنترول فوليوم بتاعنا في الحاله دي هيبقى الانجن بتاع الطياره، فدي هنستخدم اويليريان ابروتش. Eulerian approach, however, in treating the airflow through a jet engine. In this case, a control volume is fixed to the jet engine with air flowing through it. Likewise, an appropriate Eulerian control volume for this hair dryer is fixed to the dryer itself rather than to the air passing through it. In this simple example, the control volume has one inlet and one outlet, and its lateral sides are impermeable to the air. لو بيدرس انجن بتاع طياره او استشوار او مجفف شعر يبقى ده كنترول فوليوم بتاعنا، وعندنا ماس ان وماس اوت تقدر تستخدم خلاص اويليريان. Electrical energy enters the control volume, however, in order to heat the air and drive the blower that moves it. The fundamental conservation laws, such as Newton's second law of motion, were originally written for a system of fixed mass. In other words, using a Lagrangian approach. In order to يمكن أهم ميزة في استخدام ال Lagrangian approach في الريسيرش ساعات بنلجأ له إيه هو؟ إنك أنت دلوقتي لما بتقول تستخدم قانون نيوتن التاني، قانون نيوتن التاني بتساوي إيه؟ سيجما الفورس تساوي ماس في الأكسلريشن دي في باي دي تي. المعادلة بالصورة دي الحقيقة دي معادلة مستنتجة من أصل قانون نيوتن. قانون نيوتن الثاني كان عباره عن ايه؟ سيجما الفورس بيساوي ريت اوف تشينج اوف مومنتم. ريت اوف تشينج اوف مومنتم يعني ايه؟ يعني سيجما الفورس تساوي دي باي دي تي الام جوه، ام في في، المومنتم هو الام بي. انت طلعت الام بره التفاضل، طالما طلعت الام بره التفاضل يبقى سيادتك بتستخدم ايه؟ ريليريان ولا لاجرانجن في الحاله دي؟ يبقى المعادله بصوره الام بره التفاضل المفروض بلد للاجرانجن مش لاويليريان. لان هنا بتقول الماس كونستانت، اوليريان لو انت محدد كنترول فوليوم ما تقدرش تقول ان الماس بتاعت الكنترول فوليوم دي كونستانت. خلاص لو هو كومبريسبل فلو كل ما حد يعني مثلا لو عندك بتدرس انبوبه بوتاجاز وانت عمال تفضي بتطلع الغاز منه، الماء الفوليوم بتاع انبوبه البوتاجاز ثابت لكن الماس اللي جوه متغير لانك عمال تسحب، وممكن الماس يكون ايه؟ متغير. فقطعا في حاجه بتربط لنا الايكويشن اوف موشن اللي هي زي دي مثلا ما بين اويليريان وما بين لاجرانجيان. دي مش هتاخدها دلوقتي ان شاء الله، ممكن نتكلم عليها شويه في سنه ثالثه عشان تقدر توصل للمعادله اللي تستخدمها في اويليريان والمعادله اللي تستخدمها في لاجرانجيان. فالحته اللي هوريها لك دلوقتي خدها للعلم بالشيء، هتاخدها ان شاء الله اكتر في ثالثه. In second law of motion were originally written for a system of fixed mass. In other words, using a Lagrangian approach. In order to apply the more useful Eulerian framework in fluid mechanics, we need a mathematical way to translate between the two frames of reference. This is Reynolds' transport theorem, which makes use of the so-called material derivative. The rate of change of a property in a fixed mass system is given as the time rate of change of that property inside the control volume plus an advective term
describing the net flux of that property through the control surfaces. لو احنا كنا هنستخدم لاجرانجيان ما كناش هنعمل الفرق ده، كنا هيبقى عندنا دي باي دي تي فقط غير مع التايم فقط. لكن لو عشان احنا هنستخدم اويلرين، عشان كده شرحنا لك ان في عندنا حاجه اسمها لوكال تيرم وحاجه اسمها ادفكتيف او كونفكتيف تيرم، اللي هي في دوت نابلة دي اللي هي يو بارشال يو بارشال اكس زائد في بارشال يو بارشال واي زائد دبليو بارشال بارشال زد، هو ده الترم ده اللي هو الكونفكتيف اللي احنا شفناه بالصوره اللي انت عليها. المعادله دي هي اللي بتربط ما بين الماتيريال ديريفاتيف اللي سيادتك بتستخدمه في اويلرين سوري في لاجرانجيان، والاثنين ديريفاتيف بقى لوكال وادفكتيف او كونفكتيف اللي سيادتك هتستخدمه في اويلرين. Here's a high-speed visualization of gas emerging from an aerosol can. We could try to follow the gas as a system of fixed mass, but the phenomenon is easier to analyze if we draw our control volume around the can and treat the gas as an advective flux through the control surface. In all of these flows, it's important to appreciate the visual flow patterns as well as the mathematical analysis. الجملة اللي قالها لك في الآخر دي اللي هتخلينا نخش بعد كده على الفيجوال، يعني ايه ستريم لاين وستريك لاين بتاعنا هنتكلم عليها كمان شوية. لكن خليني بقى أقول لك بعض الحاجات اللي المفروض أنت عارفها، هتلاقيها بعض المسائل سهلة سيادتك هتحلها في السكشن وفي الامتحانات غالبًا، اللي هي إن الفيلوستي إز ديبندنت فاريبل دالة في إكس وواي وزد وتي، واللي عادي عندها 3 كومبوننتس يو وفي ودبليو، وإن الفيلوستي هي دي باي دي تي للبوزيشن آر. ماشي؟ وبالتالي لو انا دلوقتي ادي لك مثال لفيلوستي مثلا، اعتبر ان دي مساله اللي هتشوفها في الشيت. A velocity field is given by v كفيكتور تساوي v نوت على l في x i ناقص y j. ايه المعادله دي؟ بتقول لك الفيلوستي داله في x y where v نوت و l are constant. where v نوت و l are constant. وطالب حاجات بقى at what location in the flow field the speed is cast. هنتكلم على الحاجات دي، لكن عادة هتلاقي في المسألة دي في الشيت في حاجتين قبلها قبل ما اخش من المطلوب ده لازم سيادتك هتعمله. ايه هما الحاجتين؟ الحاجة الأولانية لازم تتأكد إن المعادلة دي معادلة بتمثل incompressible flow. عشان تعرف إنه incompressible flow لازم تشوف المعادلة دي تحقق ما يسمى بالcontinuity equation للincompressible flow. اللي احنا هنتكلم عليها قدام شويه، بس انا هوري لك شكلها عشان هتستخدمها في السكاشن الاسبوع الجاي ان شاء الله. كل ده هتاخده، ايه المشكله يعني؟ المعادلة اللي قدامك دي اللي هي المعادلة اللي فوق هي incompressible continuity equation، ودي اللي سيادتك هتاخدها، دي هتبقى في ورقة الأسئلة ودي هتستخدمها في السكاشن. يمكن المحاضرة اللي جاية هقول لك جت منين، مش بالذات مش عليك برضه، بس لازم تبقى عارف جت منين. المعادلة بتقول عشان أي fluid في flow field velocity flow field يمثل incompressible flow لازم يكون بيحقق ال continuity equation اللي هي معادلة الاستمراريه اللي هي الكونزرفيشن اوف ماس للانكمبرسبل فلو. لو ما حققش الكونزرفيشن اوف ماس للانكمبرسبل فلو بالصوره دي يبقى المساله دي مش هتحلها. ليه؟ لان الفيلوستي فيلد اللي مديهولك ده ما بقاش بتاع فلويد فلو، ما بقاش بتاع انكمبرسبل فلو، بقى بتاع حاجه ثانيه. خلاص؟ يبقى اول خطوه دائما في اي مساله هتجيلك لازم سيادتك تتاكد ان المعادله اللي مديها لك دي بتريبريزنت بتمثل انكمبرسبل فلو. اعرف منين انها بتمثل incompressible flow؟ انها لازم تكون بتحقق ال conservation laws اللي هي ال conservation of mass اللي هي ال continuity equation بالصوره دي. اقول تاني الكلام ده؟ طب تعالى نطبقه على الاكزامبل اللي عندنا.
الاكزامبل بيقول لك في بتساوي في نوت على ال في اكس في اي ماينس واي في جي. عايز اشوف اذا كان دي هتحقق الكونتينيتي كويشن ولا لا. انا هكتبها لك عشان تبقى واضحه. دي الكونتينيتي ايكويشن اللي هي جيفن في ورقه الاسئله للانكمبرسبل فلو. خلاص مش هتحفظها وان كان انت مع الوقت هتحفظها غصب عنك لو كنت بتحل يعني مسائل كتير، لكن احنا هنقول انها جيفن. طيب بارشال يو باي بارشال اكس زائد بارشال في بارشال واي زائد بارشال دبليو بارشال زد لازم يساوي صفر. لو ما طلعش بيساوي صفر يبقى الفلو عندك مش انكمبرسبل فلو. يبقى لو في مساله وما اتحققتش الكونتينيتي ايكويشن اي مطاليب ثانيه مش هتجيبها. فتعال نشوف نحقق الكونتينيتي كويشن. اليو بتساوي ايه؟ اليو عباره عن ايه؟ اليو دي اللي هي ايه؟ سرعه في اتجاه اكس. سرعه في اتجاه اكس عباره عن ايه؟ عن في نوت ال، في نوت على ال في اكس. يبقى بارشال باي بارشال اكس اللي في نوت على ال في اكس زائد السرعه. نعم ايه ده؟ جت منين؟ طيب ده الفيلوستي، فيلوستي فيكتور بيساوي ايه؟ في نوت ال في اكس في قوس هنا اكس اي ناقص واي جي. ايه هي الفي دي؟ السرعه دي ليها مركبتين اللي هي عباره عن ايه؟ يو في اتجاه اي زائد في في اتجاه ايه؟ جي. يبقى اي حاجه مضروبه في اي هتبقى هي ايه؟ اليو، واي حاجه مضروبه في الجي هتبقى هي ايه؟ الفي. ايه اللي مضروب في اي هنا؟ في نوت على ال في اكس. ايه اللي مطلوب في جي؟ في جي سالب في نوت على ال في واي. تمام. يبقى هنا في عندنا طيب دبليو بكام؟ زيرو، مفيش حاجه مضروبه في ايه؟ في كي. طيب هل بقى المعادله دي شيل دبليو مبقاش في دبليو كده؟ طيب ما تيجي سيادتك تفاضل يطلع لك هنا ايه؟ في نوت على ال، لما تيجي تفضل هنا يطلع لك ايه؟ يبقى ده بتحقق الكونزرفيشن اوف ماس اللي هي الكونتينيوتي ايكويشن بقت انكمبرسبل فلو. خلاص؟ في اي سؤال في الكلام ده؟ طيب من ضمن الحاجات اللي هيسالك فيها برضو، هل المعادله دي 1 دايمنشنال ولا 2 دايمنشنال ولا 3 دايمنشنال؟ هل المعادله دي incompressible ولا compressible flow؟ هل المعادلة دي بتريبريزنت steady flow ولا unsteady flow؟ هل المعادلة دي rotational ولا irrotational؟ كل الكلاسيفيكيشن اللي تقدر تطلعه من المعادلة المفروض تقدر ايه تطلعه. طيب نفتكر الاول، هل هي 1 ولا 2 ولا 3 dimensional؟ ليه 2 dimensional؟ لان انا وصفها بايه؟ ب x و y، يبقى هي 2 dimensional problem. هل هي compressible ولا incompressible؟ عرفت من ايه؟ عشان ايه؟ لا مش مفيش رو، انا هو ما قاليش الرو ايه، لكن هي حققت معادله ايه؟ الانكمبرسبل فلويد فلو. طالما حققت معادله الانكمبرسبل فلويد فلو يبقى هي انكمبرسبل فلو مش كومبرسبل فلو. لو هي كومبرسبل ما كانتش حققت الانكمبرسبل فلو. ستيدي ولا ان ستيدي؟ عرفت منين ستيدي؟ مفيش تايم، او حتى لو جيت تجيب بارشال في باي بارشال تي هيطلع بايه؟ بصفر. ايه اللي لسه بقى هناخده ولسه انت ما تعرفوش؟ روتيشنال وروتيشنال هنشوف بتجيبه ازاي. ايديال وريال مش هتبان من هنا الحقيقه، تبان لما ترسمها. ايه تاني؟ روتيشنال وروتيشنال قلنا هنشوفها. هنقدر نجيب كمان الستريم لاين ايكويشن. الستريم لاين اللي انا لسه ما شرحتوش اللي هو بيمثل الفلو، شكل الفلو حوالين البادي، هتقدر ترسمه، ترسم الستريم لاين او تجيب الستريم لاين ايكويشن وتبتدي ترسمه. طيب نرجع بقى للمساله، كان بيقول لك ايه؟ ات وات لوكيشن از ا فلو فيلد the speed equal to v نوت. عند اي نقطه السرعه بتساوي v نوت. السرعه هنا موضحها لك على هيئه two components u وايه
وفي صح. ممكن سيادتك بدل ما تعبر عن السرعه بتو كومبوننتس يو في تعبر عنها بايه؟ ماجنيتيود ودايركشن. تستخدم ماجنيتيود ودايركشن. هو بيقول لك امتى الماجنيتيود بتاعها هتساوي ايه؟ في نوت. طب نجيب الماجنيتيود ازاي بتاع المعادله دي؟ ماجنيتيود بتاع الفي هو الجذر التربيعي ليو تربيع بلس في تربيع. احنا قلنا اليو هي ايه؟ اللي هي في نوت، في نوت على ال في اكس تربيع زائد سالب، هتروح لان في تربيع سالب طبعا هتبقى موجوده بس هتروح بعد كده جذر. ماشي؟ طيب يعني هتساوي ممكن اخد الفي نوت على ال مشترك بره اكس تربيع زائد واي تربيع. خلاص ماشي. السؤال بقى هو لسه انا ما جبتش الحل. هو بيقول لك امتى السرعه هتساوي في نوت؟ لما يبقى جذر اكس سكوير زائد واي سكوير بتساوي ايه؟ ال. او بمعنى اخر هتبقى هنا بعد اذنكم